بعرفش انزل من غيرها اشتري بلوزه بلوزه ما بعرفش انزل اشتري بلوزه من غيرها بس ما لازم هالقد انا هالقد مش ما بعرفش بتعرف ليش انا بكره بدي هقول لك على حاجه وانا جايه هنا وانا جايه هنا كنت عارفه اتصرف في المطار كيف كده ماما انا هعمل ايه يا ماما مش هعرف اتصرف جوه يا ماما اودي الشنط فين واعمل ايه واسوي ايه تقولي يا دينا اعتمدي على نفسك يا حبيبتي اتعلمي اتعلمي اسالي اسالي وتعلمي سافرت عند اختي كنت اول مره بحياتي كلمتها في الطياره قلت لها ماما ماما انا في الطياره انا ركبت وجبت وديت شنط وعملت كل حاجه الطياره لا ركبت طياره قبل كده بس مش يعني مش لوحدي اه ماما كانت بتبقى معايا انا اول مره طلعت فيها بالطياره كنت رايحه عند اختي رحت شرم الشيخ بيه الطيارة ساعة كنت رايحة أقل من ساعة كمان كنت رايحة أبو ظبي عند أختي لوحدك؟ أول مرة بحياتي بسافر كان لوحدك رحت لحالي كنت ضايعة ما بعرف كيف بدي وين فوت الشنط وين حسيت حالي مثل الولد الصغير بده حدا يجي يمسك له إيده ويوديه بس لما وصلت على قلب الطيارة رجعت هيك صرت أفكر إنه لا أنا صرت كبيرة أنت عارفة ماما قالت لي إيه؟ أنا صرت لحالي قادرة أخذ السفرية دي هتعودك وتعتمدي على نفسك بعد كده مش هتحتاجيني معاك عن جد ما لي سفر الستار أكاديمي ده هيخليكي تعتمدي على نفسك هتعملي حاجات كتيرة قوي أنا كنت بعملها لك وده حقيقي وقالت لي كلمة وأنا مسافرة تركيا لما خدت التوب وان قالت لي كلمة مش رايحة من دماغي قالت لي لبستي أنت حقك تفرحي أنت تعبتي في حياتك وحقك تفرحي قالتها لي كده وش اخويا بودي كان جنبها سمعت صوته حبيبه قلبي ما تعيطيش بيقولي ما تعيطيش اشتقت لاخويا